احتجاجات مستمرة لمتقاعدي شركة نفط الشمال أمام بوابة الشركة في محافظة التأميم، رفضاً لقرار مصادرة منازلهم التابعة للدولة خلافاً للقانون لأسباب يشرحها المحتجون. اتخذوا قرار مجحف وظالم بإخراج المتقاعدين جبراً الساكنين في دور شركة نفط الشمال بعد هذه الخدمة الطويلة، واعتمدوا على القرار 486 لسنة 79، وهذا القرار عندما كانت الدور تشغيلية وبه أربعة فقرات. الفقرة الأولى يعين أحد أبناء المتقاعدين، فهم قد عينوا أبناء فلان وفلان من المتنفذين ولم يعينوا أحد من فقراء المتقاعدين، هذه واحدة. الثانية يعطى المتقاعدون جميع حقوقهم المتمثلة بالتوقيفات التقاعدية لمدة 40 سنة والتأمينات وتعيين أحد الأولاد وتخصيص قطعة أرض، ثم يخرج هذا المتقاعد الساكن في دور شركة نفط الشمال أو في أي دائرة أخرى، في دور أي شركة أخرى أو وزارة أخرى إذا كانت الدور تشغيلية. الآن الدور تمليكية. يؤكد متقاعدو الشركة أنهم لم يحصلوا على أي حقوق سوى راتبهم التقاعدي المستقطع منه، متهمين جهات متنفذة في وزارة النفط بالاستيلاء على حقهم في التملك وفقا للقانون. أنا عندي خدمة 43 سنة وست أشهر و15 يوم، قطعة أرض ما أنطوني بالشركة، بيت ما عندي، وهسه وراها يطالبوني وأنا بهاي الحالة يطلعوني من البيت، إضافة لهذه قصوا راتبي، هسه أخذ راتب أتقاضى 200,000 من وزارتنا من نفط الشمال اللي هي غاز الشمال اللي عايدة أيضا لوزارة النفط، كلها كملت بذاك الشهر إجراءات التمليك وهاي إلا نفط الشمال لحد الآن يراوغون ويا المتقاعد بإخلاء الدور وتتسليمي على الغير جماعة، ويوجد أكو متجاوزين ما حد يجيب اسمهم، يجون على المتقاعدين اللي موجودين، المتقاعدين اللي شغلين الدور يريدون يطلعونهم من البيوت. قرار 2011 يملك الدور لشاغليها لساكنيها، واحنا ما متجاوزين، احنا ماخذين القناة، البيت ماخذينه شرعا يعني من دولة موقعين عليه وعندنا كفلاء. ويطالب المحتجون حكومة السودان بإيجاد حل للمأزق الذي أقحموا فيه، وذلك بتطبيق القوانين النافذة بعد عام 2011، حيث لا يملك هؤلاء الموظفون المتقاعدون سوى قوت يومهم.